ماذا يقول الملك كل ليلة؟ يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. تستفيد وأنت تتأمل في هاتين الكلمتين أن النفوس على حالين أو على قسمين: نفوس تبغي الخير، الخير في داخلها متحرك مقبلة على الخير، من داخلها نفسه تحدثه بالخير، نفسه مطمئنة ترغب الخير. بل بعض الناس من كثرة ما يتزاحم في قلبه أو في نفسه من ابتغاء الخير يجد أن الوقت لا يكفي لاستيفاء ما في نفسه من الخيرات التي يريد أن يقوم بها، من قراءة قرآن، ذكر لله، صدقة وإحسان، صلة للأرحام، إلى غير ذلك من أعمال البر الكثيرة. فيأتي هذا النداء يستحث مثل هذه النفوس العالية، النفوس الرفيعة التي تبغي الخير: أقبل، أقدم، تحرك، اغتنم الفرصة. فأنت في موسم الخيرات، أنت في موسم تجارة عظيمة رابحة، الربح فيها مضاعف والثواب فيها عظيم، فأقبل، لا تتردد ولا تتوقف ولا تنثني ولا تتكاسل ولا تتوانى، كل هذا لا مجال له. أقبل، كن متحركا في الخير، مقبلا عليه، مقدما عليه بهمة وعزيمة ونشاط لا يثنيك عنه شيء ولا يردك عنه رد، مستعينا بالله تبارك وتعالى، مستمدا منه جل وعلا المعونة والتوفيق. قسم آخر من النفوس، حمانا الله عز وجل وحماكم ووقانا ووقاكم، نفوس تبغي الشر من داخلها، الشر فيها متحرك، في داخله شر متحرك، نفسه تبغي الشر، نفسه تأمره بالشر، حتى في موسم الخير، حتى في ليالي الخير، حتى في ليالي الفضل نفسه تأمره بالشر وتدعوه إليه. فيأتي هذا النداء: يا باغي الشر أقصر، امنع نفسك، زمها، ردها عن الشر. أنت في موسم عظيم للغاية، إن لم تمنع نفسك عن الشر في مثل هذه الليالي والأوقات الكريمة متى عسى أن تمنع نفسك؟ إن لم تتحرك نفسك للخير وابتغائه وطلبه في هذه المواسم الشريفة متى عساها تتحرك؟ إن لم تتب الآن متى تتوب؟ إن لم تستغفر الآن متى تستغفر؟ إن لم تكن منيبا في هذه الأوقات الشريفة متى تنيب؟ ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فدخل ثم خرج ولم يغفر له. هذه مصيبة، هذه كارثة. يدخل هذا الموسم العظيم بخيراته وبركاته وما احتواه من فضائل عظيمة جدا، وهو باق على غيه وسفهه وانحطاطه وسفوله إلى أن يخرج الشهر، يرى الناس من حوله متحركين إلى الخير، مقبلين على الخير، مقدمين على الخير، وهو مصر على الشر باق عليه إلى أن يخرج شهر رمضان. هذه مصيبة عظيمة. رغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم خرج ولم يغفر له، بل جاء في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر، فلما صعد الدرجة الأولى قال آمين، الثانية قال آمين، الثالثة قال آمين، استغرب الصحابة، كل درجة آمين، ما عهدوا ذلك. فسألوه قال: أتاني جبريل
وقال: من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. قال: قلت آمين. جبريل يدعو ومحمد عليه الصلاة والسلام يؤمن على من كانت هذه حاله والعياذ بالله، يدخل رمضان ويخرج ولا يغفر له. لماذا لا يغفر له؟ لأنه أصلا ما تعرض للمغفرة، ما أقبل عليها، ما طمع فيها، ما تحركت نفسه لطلب مغفرة الله سبحانه وتعالى، ما تحركت نفسه لذلك. المنادي ينادي كل ليلة: يا باغي الشر أقصر، وهو لا يزال مندفع في الشر، منهمك في الشر، منهمك في الذنوب. ثم يخرج رمضان وهو كما كان على حاله، لم يتحرك فيه ساكن ولم تتغير حاله، مع أنه في موسم عظيم جدا للغاية.